أنا مع وضع الكمامة 100%. كل موضوع الكورونا والأشياء اللي صارت خلال فترة الكورونا علمتني شقد مهم أنه الإنسان يتحمل مسؤولية. يعني فعلاً هاي فترة الحجر والكورونا أثبتت أنه الفرد هو مسؤول عن المجتمع، وأنه إحنا كأفراد لازم أنه نتمسك بكل القوانين حتى نقدر نحمي مجتمعنا مثل الوباء اللي دنشوف اليوم. فأكيد معه، هي أكيد أكيد wear your masks، هيدي أهم شغلة. علمتني كورونا أنه أهمية الوقت، شلون الواحد لازم، يعني الوقت شيء مهم. أيام زمان قبل الكورونا كانت حياتي كلش سريعة ونقول شو هواية منظمة، بس ويا الكورونا علمت كيف أنظم وقتي وأولوياتي، وتعلمت الطبخ. درس علمتني يا كورونا أنه كون رايقة بقراراتي وصبورة، يعني علمتني الصبر، مش هيك ضلني ما بعرف بكل تصرفاتي صرت هيك أروق، بتأنى أكتر، بعرف فكر، بعرف أخذ وقت تفكر وأخذ الديسيجن الصح. حسب طبعي يعني إنسانة بوزيتيف، فدائما أقول أنه إن شاء الله الحياة ترجع قريبا، فأتمنى أنه by next year، يعني منا شهر 12 تكون راحت كورونا وخلصنا منها يا رب. أنه صراحة يعني أنه كورونا مطولة، أنه علمياً إذا بدنا نحكي علمياً، يعني أنه فيها مينيموم بعد سنة مينيموم، سو ما فينا نوقف، يعني ما فينا نقعد بالبيت فخلص بحس لازم نرجع للحياة. بس أنه القصص اللي ما ضرورية، إذا مثلاً حدا فيه يشتغل من بيته محل ما يكونوا مثلاً 20 واحد بالمكتب، أنه لا يشتغل ببيته، بس أنه مثلنا هلأ مجبورين أنه نكون on set وهيك، لا we have to work. أكيد ماكو إنسان أكيد أخاف أكيد أخاف بعد الشر يعني، بس هو يعني حالة at the end of the day هو فيروس حالة أي فيروس، بس يمكن هو أقوى من فيروسات الثانية، بس أكيد أخاف، لهذا ما أخذ حذري. يمكن مو أخاف على نفسي، أخاف على عائلتي، فلهذا I try my best أني أكون careful. إيه بخاف، مع أنه قالوا أنه على المسنين أصعب وهيك، بس أنه شفنا كيسز عالم هيك صغار من عمري، أنه بعد مش معروف شو معقول يكون تأثيره لبعدين، أنه معقول يمكن أنا هلأ لا سمح الله القطع وعادي أنه تقطع، بس أنه بركي أثرت علي لبعدين، فأنه صراحة إيه بخاف.